السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين متابعي قناة حضرموت الفضائية في هذه التغطية الخاصة هنا من مركز المكلا للعلاج الإشعاعي. هذا الحدث النوعي والنقلة النوعية هنا في مدينة المكلا بافتتاح مركز المكلا للعلاج الإشعاعي كأول مركز متخصص أو مختص للعلاج الإشعاعي بالأورام للأورام السرطانية. هذا المركز هو أول مركز مركز لعلاج الإشعاعي هنا في المحافظات الشرقية وكذلك أيضا المحافظات الجنوبية، ويعتبر طبعا يخفف كاهل المعاناة لدى المرضى عناء السفر وأيضا تكاليف الباهظة للعلاج الإشعاعي. نتابع معكم تفاصيل هذا المركز وأبرز ما يقدمه من أقسام وأيضا ما يقدمه للمرضى، فكونوا معنا. نعم، هي ثمرة جهود مضنة بذلوها الأخوة في مجموعة بن دول، وليس غريب عليهم، ولكن ما رأيناه اليوم حقيقة انبهرنا بهذا الإنجاز العظيم أن يكون في بلادنا في على مستوى اليمن بشكل عام وربما على مستوى الشرق الأوسط مركز رائع. هو مركز غير ربحي، مركز خيري تحتضنه مدينة المكلا، يقوم على رأسه مجموعة بن دول، وهو مركز خيري ليس ربحي. نحن سعداء بإنجاز مثل هذه المشاريع، طبعا هي تخفف عناء السفر والتكاليف الباهظة التي يتكبدها المرضى شفاهم الله. طبعا وهناك اللجنة الوطنية للطاقة الذرية بذلت جهد كبير مع الأخ المستثمر، نوجه لها الشكر والتقدير، ونوجه الشكر والتقدير أيضا لكل من ساهم في مثل هذا المركز، ونشجع الجميع أن يبذلوا جهدا كبيرا في مثل هذه المشاريع الخيرية. أعزائي المشاهدين، معنا في هذه اللحظات الشيخ عبد الله عمر بن دول المعارض، طبعا رئيس مجلس الإدارة بمركز المكلا للعلاج الإشعاعي. الشيخ عبد الله، طبعا في البداية نبارك لكم هذا الافتتاح ونبارك لحضرموت بشكل كامل افتتاح مركز المكلا للعلاج الإشعاعي. طبعا مثل هذا الحدث النوعي والفريد هنا في حضرموت، انطباعاتكم اليوم ومشاعركم بهذا الافتتاح؟ والله نحن الحمد لله سعداء اليوم في أحسن سعادة بالنسبة للمشروع هذا، وكان حلم بالنسبة لنا وللناس كلهم تقريبا في المحافظة أو في اليمن بشكل عام، بحيث الأجهزة، بحيث الكادر الطبي، بحيث التقنية الجديدة، بحيث تجهيز المبنى، كل شيء الحمد لله من أحدث ما توصلت إليه وآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في الأجهزة هذه. وطبعا
بمتابعة الدكتور ناصر اللي هو المدير التنفيذي للمشروع، وهو اللي كان قايم على الأجهزة كامل من بداية المفاوضات مع الشركة حتى وصول الأجهزة إلى المركز ومتابعتها، والآن بدأ معنا في التشغيل التجريبي أمس، والحمد لله والأمور طيبة إن شاء الله تمام بفضل الجميع. والمشروع يعتبر مشروع الجميع وليس مشروعنا، وهو يعتبر هدفه الأساسي هو مشروع غير ربحي، خيري غير ربحي، بدون أي فوائد، بدون أي إضافات ثانية. والآن بنقدم شركة بندول تتبرع من 3 إلى 6 شهور مجاني العلاج، بحيث يبدأ فعلا قد بدأوا العلاج الآن، وبيستمر إن شاء الله إلى 6 شهور أقصاها، أو 3 شهور بالكثير إن شاء الله وحسب الحاجة إن شاء الله بإذن الله. جميل. طيب بالنسبة للمركز، ومركز طبعا خيري غير ربحي، ما الدلالة من هذا الشيء، خصوصا أنه اليوم في ظل الظروف الصعبة اللي تمر بها البلاد؟ نعم، هو وجد هكذا الظروف الصعبة في اليمن، والحيث ما نشوفه نرى عندنا كان نعطي تذاكر للمرضى يسافرون مصر، فوجدنا أكثر من 70% يروحون للعلاج الإشعاعي أو يروحون بشكل عام لعلاج السرطان، وكنا نتعاون معهم نعطيهم تذاكر ونعطيهم مصاريف بعضهم منهم، نعطيهم أمور مالية. فهذا اللي شدنا الموضوع بحكم الموضوع هذا، مما رأينا أن كل فعالية تصرف حوالي ما يقارب عن حوالي 1 مليار وشوية تقريبا تقييم التذاكر، وحوالي 500 إلى 600 ألف دولار تتحول المبالغ لهم مساعدات. فوجدنا قلنا المبلغ أفضل يكون الجهاز هنا موجود، والدكاترة توفير العلاج يكون هنا. إيش اللي بيخدم الناس الأكثر؟ قالوا العلاج الإشعاعي، فقلنا العلاج الإشعاعي أكثر الناس وجدنا لهم اللي يروحون للعلاج الإشعاعي، ويأخذون فترة طويلة هناك، فمنهم يأخذ له 20 جلسة، يقعد له يقل شيء 20-40 يوم، يوم لا ويوم جلسة. فبإذن الله يكون يخدم الجميع إن شاء الله مرضى السرطان، نسأل الله لهم الشفاء إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. الشيخ عبد الله عمر بن دول المعاري طبعا رئيس مجلس إدارة مركز المكلل للعلاج الإشعاعي، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، معي في هذه اللحظات الدكتور ناصر الذيباني المدير التنفيذي لمركز المكلا للعلاج الإشعاعي، كذلك أيضا استشاري علاج الإشعاعي طبعا الزمالة الكندية والأمريكية في الاختصاص. طبعا الدكتور ناصر، أولا نبارك لكم هذا الافتتاح. بالنسبة لمركز المكلا للعلاج الإشعاعي، ما الهدف من إقامة هذا المركز بالضبط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. المركز الإشعاعي هو هدف سامي جدا، البلد في حاجة ماسة إليه، هدف منه طبعا تخفيف معاناة مرضى الأورام بحكم عدم وجود التخصص، عن طريق المتبرعين القائمين في مجموعة الشيخ عبد الله وغيره من الداعمين، تم بفضل الله سبحانه وتعالى الحصول على أحدث الأجهزة الأمريكية ما شاء الله في التخصص، جهاز هالسين الأمريكي، إضافة للتخطيط المقطعي من شركة سيمي الألماني. فالهدف إن شاء الله توفير أعلى درجات وحدات الخدمة الإشعاعية إن شاء الله تعالى بتكلفة رمزية تقديرية فقط للتشغيل وليس للربح. فبإذن الواحد الأحد إن شاء الله بدأنا لله الحمد والمنة أول الحالات البارحة، واليوم إن شاء الله تم التدشين، وإن شاء الله تعالى نسعى لتخفيف معاناة أهلنا وأخواننا وأخواتنا من مرضى السرطان شافاهم الله. طبعا الدكتور ناصر، ما هي أبرز النقاط التي تود الإشارة إليها بخصوص القادمين لمركز المكلا للعلاج الإشعاعي؟ هل هناك في نقاط معينة تود التنبيه عليها؟ نعم طبعا، هناك نقاط مهمة جدا، لأنه هذا حيضمن سلاسة العمل. طبعا هذا أسوة بالمراكز الأخرى في العالم، هو مركز علاجي وليس تشخيصي، فنرجو طبعا أنه ما توصلنا حالات إلا بالتنسيق طبعا مع مراكزهم للأورام في مدنهم القريبة. فما نريد بعض المرضى يعني يوصلون بشكل مباشر إلى المركز ولم يستكملوا طبعا الفحوصات والتشخيص والتصويرات اللازمة. فأرجو طبعا من جميع المرضى قبل التوجه للمركز بمراجعة أقرب مركز الأورام في وزارة الصحة في مدنهم إن شاء الله، والتنسيق مع المركز، بحيث نضمن إن شاء الله تعالى استكمالهم لجميع المعطيات وجميع المتطلبات، بحيث أنه ما يجي المريض إلا على شيء جاهز بإذن الله. فأرجو إن شاء الله التنبؤ لذلك ودعم المركز إن شاء الله تعالى بالدعاء والتطوع إن شاء الله، والمساهمة معنا في تطويره إن شاء الله تعالى، والانتقال من وضع إلى وضع أحسن بإذن الله. جزاكم الله خير.
دكتور معاوية، طبعا أولا بخصوص العلاج الإشعاعي هنا في مركز المكلا، ما هي أبرز المواصفات وأبرز التقنيات وأبرز الأشياء كدقة لمواصفات الجهاز ودقة أيضا للعلاج، علاج الإشعاعي وخصوصا لمرضى السرطان وكذلك أيضا للأورام ككل؟ في البداية نرحب بقناة حضرموت الفضائية. طبعا العلاج الإشعاعي هو يعتبر من العلاجات الأساسية للأورام السرطانية، وتدخل بالعلاج الإشعاعي بيعتمد على عدة عوامل، منها نوع الورم والمرحلة، مرحلة الورم عند التشخيص، بالإضافة لحالة المريض ومدى تحمله للعلاج الإشعاعي. أهم هدف في العلاج الإشعاعي هو إنه نحن بنكون دايرين يعني نعالج الورم السرطاني بأقصى جرعة بتاعت علاج إشعاعي ممكنة، ونحاول بقدر الإمكان إنه نحمي الأنسجة المريضة حوالين الورم السرطاني. وبحمد الله الأجهزة الموجودة حاليا في مركز المكلا للعلاج الإشعاعي بتوفر لنا الخصائص دي، بنقدر نخلي الأجهزة دي ندي جرعة عالية جدا للأورام السرطانية، ونقدر نحمي الـ 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 الأنسجة السليمة حوالين الورم السرطاني. في هذه اللحظات معي هنا الأستاذ عبد اللطيف باجري، ضابط الحماية الإشعاعية بمركز المكلا للعلاج الإشعاعي. الأستاذ عبد اللطيف، طبعا بما أنك يعني مختص وضابط الحماية الإشعاعية، ما هي أبرز النقاط بخصوص السلامة أو الأمان الإشعاعي وأنتم في مركز المكلا للعلاج الإشعاعي؟ طبعا تستقبلون يعني المرضى السرطان وأيضا مختلف الأورام ككل، حدثنا عن الأمان الإشعاعي بالضبط. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عبد اللطيف باجري، خريج مليلية، ضابط حماية إشعاعية، معتمد ومرخص من قبل لجنة وطنية للطاقة الذرية. في اختصاصنا كضابط حماية إشعاعية نحن نلتزم ببنود ولوائح اللجنة الوطنية للطاقة الذرية فيما يخص الأمان الإشعاعي في المنشأة في مركز المكلا الإشعاعي، والتي تتوافق أيضا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حيث التصميم والتدريع والإنشاء. فنهيب يعني للجميع من ناحية الأمان الإشعاعي، من ناحية التسرب الإشعاعي، عملنا كل الفحوصات اللازمة للتأكد من أن ليس هناك تسرب إشعاعي في المنشأة نفسها في غرفة العلاج الإشعاعي، فهي أمان بالنسبة لنا كعاملين وموظفين داخل المركز، فما بال بالمارة في الشارع في خارج المنشأة في مركز المكلا للعلاج الإشعاعي. بالنسبة لقياسات الأمان الإشعاعي خصوصا طبعا في حالة الذعر والخوف الذي قد ينتاب بعض المرضى وأيضا المواطنين، رسالتك يعني بخصوص عملية الأمان والسلامة، وأنه في هناك قياسات معينة لعملكم طبعا كمختصين وكاختصاصيين في هذا المجال، رسالتك نقول للمواطنين والمرضى اللي طبعا القادمين والذي يأتون إلى مركز المكلا للعلاج الإشعاعي بخصوص نقطة الخوف والذعر؟ نحن نطمن الجميع، نحن هنا في الإدارة وكضابط حماية إشعاعية في مركز المكلا للعلاج الإشعاعي، أن المنشأة يعني متوافقة كما أسلفنا مع بنود اللوائح الأمان الإشعاعي التي تنتجها الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية هنا في الجمهورية اليمنية. فهناك لا داعي للخوف والذعر، فنحن عملنا كل الفحوصات اللازمة لكشف المسح الإشعاعي، وأيضا المسح الإشعاعي هو الجهاز نفسه، هو عنده تدريع ذاتي بحد يعني كما يقول مدرع ذاتيا هو الجهاز نفسه. الأستاذ عبد اللطيف باجري، ضابط الحماية الإشعاعية طبعا بمركز المكلا للعلاج الإشعاعي، شكرا جزيلا لك، شكرا لك على الإفادة. إذن أعزائي المشاهدين، هكذا كانت تغطيتنا هنا من مركز المكلا للعلاج الإشعاعي، هذا المركز المختص طبعا بأحدث الأجهزة وكذلك أيضا المواصفات ومعايير الجودة. سائلين الله عز وجل أن يكون هذا المركز رافدا لحضرموت ولبقية المحافظات المجاورة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.